فيما يخص النقطه اللي اشار لها الرئيس مؤخرا ديال المصايب، كاين شي حاجه سميتها جورنال دو بيش، تيتعمل في الباركوات ديال لا غرون بيش ديال اعالي البحار، واللي تيتكلف به هو الرئيس. للاسف لا بتيت بيش حنا بالدور ديالنا حتى نستقبلوا الناس هنا ديال سميتو بالمنطقه، حيت يجيو يقراو هنا او تتكون شي مناسبه، راه تنهضروا انا شخصيا هضرت لهم عليه اكثر من مره، ولكن للاسف ما تيندارش. شنو هو جورنال دو بيش؟ عباره على سجل ديال الصيد البحري، تتسطر فيه جميع المعلومات الخاصه بالمصيد اللي خدم فيه، وهذه المساله يقدروا يساهموا فيها الرياس للطارخات اكثر من الرياس ديال المراكب الاخرين. اذا جورنال دو بيش تنقيد فيه لا بوزيسيون ديال المصيد، ديبار ولاريفي، نوع الحوت، وعلاش لا مادام انكم كلكم عندكم النيه باش تفرضوا عليهم يجيبوا النفايات يجمعها ويدير يستيمي، يعني يدير القدر التقديري في كل كاله ديال ديك النفايات اللي طلعت له في الكاله، داكور، ويدير النوعيه والملاحظه، واش كلها بلاستيك، واش فيها كذا، هذه مسائل بسيطه. وهذه مساله جورنال دو بيش تقدر تنفعو حتى هو على المدى الطويل، كيف قال الرئيس، البارح كانوا مصايد فيهم الحوت، اليوم ما كاينش، يكون عندنا واحد السويفي ويقدروا الناس ديال اللي نراش يستعنوا بهم في هذه المعلومات هذه في مختلف المناطق، لان هذا الشيء كان هذا الشيء راه تيندار في لا غرون بيش، والناس ديال اللي نراش راهم تيتصلوا بالرياض يعني بشكل دوري وتياخذوا منهم هذه المعلومات، علاش ما تعممش حتى على الناس ديال الصيد الساحلي؟